مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع في حلقة جديدة على قناتي. في سؤال بنسأله دايما وكتير، ايش هو افضل لقاح للكوفيد 19 اللي نزل بالسوق؟ طبعا نزل عدة لقاحات وسمعنا عن عدة شركات. انا اليوم بدي اعملكم صراحة، انا يعني جلست ساعات اعمل دراسات عن اللقاحات والفرق بينهم، عملت زي جدول انا حطيته، حقرأ لكم اياه الان بطريقة مبسطة بحيث انكم تعرفوا ايش اللقاح الافضل وايش اللقاح الاسوأ، وانتم تاخذوا الخيار مش انا اخذه عنكم. فبنهاية هاي الحلقة حتاخذوا انتم الخيار، حتعرفوا شو حسنات كل لقاح وسيئاته. اللي حنعمل اليوم مقارنة بينهم خمس لقاحات، واحد اللي بنعرف باسم فايزر، والثاني موديرنا، والثالث التشاينيز فاكسين او الصيني، والرابع اللي هو اوكسفورد، والخامس اللي نعرف بانه الروسي او الرشن فاكسين. خلينا نشوف الشركات المصنعة للخمسة. الاول اللي هو فايزر، اسم الشركة المصنعة هو شركتين مع بعض، شركة فايزر الامريكية وشركة بايو انتك الالمانية، فهو ليس امريكي كما يقال، ولكنه هو شركتين مصنعتين مع بعض، والشركتين جلس هو اصلا تصنع في مخابر بايو انتك، ولكن اخذت لانه فايزر بايو انتك فالناس اختصرته. الثاني اللي هو موديرنا، هو شركه جديده عمرها 10-12 سنه تقريبا، اول منتج لها هو هذا الفاكسين. طبعا عندها ابحاث كثيره وعندها اختراعات بتحاول انها تجد شغلات كثيره، ولكن اول منتج ينزل السوق كدواء او فاكسين هو هذا، فشركه موديرنا شركه امريكيه. التشاينيز عندهم أكثر من واحد، ولكن اللي تم تصريحه في الدول العربية من شركة اسمها سينو فاك، اللي هي سينو من سينا والفاك فاكسين. هاي الشركة بتصنع فاكسينيشنز بس للقاحات ضد أمراض معينة كثيرة، وهي شركة قديمة جدا في السوق الصينية. أوكسفورد اللي نعرف بلقاح أوكسفورد هو عبارة عن تعاون بين جامعة أوكسفورد والأبحاث تبعتها وشركة أسترازينيكا، والشركة هي الراعية لهذا الموضوع، ولكن عرف بشركة باسم أوكسفورد. الرشن أو الروسي هو تابع لشركة اسمها جميليا. هاي الشركة طلعت الاسم اللقاح سبوتنيك في، سبوتنيك معناها القمر الصناعي، فسبوتنيك في هذا اسمه الفاك في فور فاكسين. وطبعا هاي شركة تابعة للحكومة الروسية. التقنية اللي استخدمت في الفايزر، استخدم تقنية فايزر وموديرنا استخدمت نفس التقنية وهي جديدة جدا، اللي هي mRNA، بحيث انه يدخلوا الماسنجر mRNA الى بروتين بدخلوه، الجسم بتعرف على هذا البروتين اللي بسبب سبايك في الجسم، وبالتالي الجسم بيصدر اجسام مضاده. الحكي اللي انحكى انه بيدخل في الدي ان اي وبغير لك الدي ان اي ما في منه، لكنه فعلا هو شيء جديد نسبيا، لانه اول لقاح منتج بهذا الشيء. الابحاث لها حوالي 25 سنه على هذا الموضوع، وليس يوم او يومين. اللقاح الصيني هو تقليدي لقاح من فيروس مضاعف زي باقي اللقاحات السابقة اللي احنا بنعرفها وبنأخدها، فيروس مضاعف ما عنده أي مشاكل، معروفة هاي التكنولوجي وبسيطة. أوكسفورد برضو استخدموا تقريبا النوع التقليدي لصناعة اللقاحات، وسووا فيروس معدل بحيث انه اخذوا فيروس ثاني وعدلوا عليه الجينات بحيث انه الجسم يعطي مناعة لهذا، وهذه طبعا تقنية معروفة وفي كتير لقاحات معمولة بنفس الشيء.
الروسي هو عبارة عن برضو تقريبا تقليدي، أخذوا فيروسين مضاعفين وضعوهم مع بعض وعملوا البروتينات عليهم، وبالتالي الجسم بيعمل أجسام مضادة. الفعالية حسب ما أعلنت الشركات، مش أنا طبعا، الفعالية تبعت شركة فايزر بيونتك حوالي 95%، بيحكوا أنها بتوصل ل100%، لكن طبعا هذا حسب إعلانهم. موديرنا حكت 94%، اللقاح الصيني من 78 إلى 92% حسب المكان اللي تم اختباره، كل مكان تم اختباره بأعطى نتائج تختلف. أوكسفورد اللي هو لقاح أوكسفورد أعطى من 70 إلى 72%، والروسي أعطى 92%. هاي اللقاحات وفعالياتها حسب ما أعلنت عنها الشركات. طبعا عدد الناس هذا مهم جدا، لأنه عدد الناس اللي جربت عليهم العينة في المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة فايزر عملت على 43 ألف شخص، موديرنا عملت على 30 ألف شخص، اللقاح الصيني عمل على 81 ألف شخص في عدة دول، أوكي، أربع خمس دول. أوكسفورد انعمل على 11 ألف شخص، واللقاح الروسي طبعا ما مر بالمرحلة الثالثة، ولكن يقال انه بين 30 الى مليون الف شخص تم اعطائهم هذا اللقاح بدون اي مشاكل. فهي ما اعطوا رقم معين لانه ما مر اصلا في المرحلة الثالثة التجربة على عدد كبير من الناس. درجة حرارة التخزين، وهذا شيء مهم جدا وكريتيكال يا جماعة بالنسبة للدول اللي بتشتري اللقاح. فايزر أكبر مشكلة فيه أنه لازم يتخزن في درجة حرارة تقل عن 70 درجة مئوية، وهذا بيحتاج إلى وحدات تخزين كبيرة في دول أصلاً ما عندها مصاري تشتري اللقاح، فما بالك تعمل تشتري ثلاجات خاصة لهذا الموضوع. فهذه كانت عائق لكثير من الدول. موديرنا درجة الحرارة 20، هذا شيء معقول ولكنه لسه بده ثلاجات مختصة، 20 تحت الصفر. اللقاح الصيني وأوكسفورد والروسي كلهم لأنهم لقاحات عادية طبيعية معمولة بطريقة اللي هي القديمة التقليدية بدنا نحكي، بتخزنوا بالثلاجة العادية من 2 إلى 9 درجات مئوية يكفي لتخزينهم، ما في عندك أي مشاكل طبعا. وهذا مهم جدا لأنه في كثير من الدول مش قادرة أصلا تشتري ثلاجات، فبالتالي موضوع التخزين يعني إحنا بالنسبة لنا كمواطنين يمكن شيء بسيط، لكن بالنسبة للحكومات شيء جدا مهم. عدد الجرعات كلهم بلا استثناء جرعتين، كلهم بلا استثناء، في لقاح حكي عنه في النهاية بده جرعة واحدة، خلوكم معي لآخر الفيديو. الفرق طبعا بين عدد الأيام من أول لقاح وثاني لقاح، زي ما حكينا احنا جرعتين. فايزر بين الجرعة الأولى والثانية بدك 28 يوم، قالت فايزر الآن لأنه كتير دول عم بتحاول انها تأجل في الجرعة الثانية لعدد الناس بدها تحاول انه تلقح أكثر ناس، فبقول لك انه ممكن ل40 يوم او 42 يوم ما في اي مشكله، من 28 يوم ل 42 يوم ما في اي مشكله. لقاح موديرنا 21 يوم، الشركه لم تعلن انه اذا في عندهم اي شيء ثاني او رقم ثاني. اللقاح الصيني بين 21 و 28 يوم، اللقاح اوكسفورد 28 يوم، واللقاح الروسي 21 يوم، كلهم زي ما بتلاحظوا 3 الى 4 اسابيع هذه الفتره بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه عشان الجسم يعطي المناعه. امتى الجسم بيعطي المناعه؟ بعد 15 يوم من الجرعه الثانيه، بعد كلهم نفس الشيء حسب مقاله الشركات، بعد 15 يوم من الجرعه الثانيه. السعر، وهذا طبعا مهم جدا، يمكن مش إنا لانه معظم الدول حتطعم الناس مجانا الان، لكن السعر مهم جدا لكثير من الدول لانه هذا بجت، انت بتحكي عن ملايين من الجرعات والله اعلم كل كم فتره. فايزر سعره 20 دولار للجرعه، موديرنا 25 دولار، الروسي الصيني 30 دولار، اوكسفورد وهو ارخص واحد من 2 الى 3 دولار يا جماعه، من 2 الى 3 دولار، هذا يعني سعر مهم جدا لكثير من الدول، والروسي سعره 10 دولار. طبعا روسيا اعطت بعض الدول مجانا، الصين اعطت كثير من الدول مجانا هذا اللقاح، خاصه الدول الفقيره اللي ما بتقدر تشتري. باقي الدول راح تشتري لانه هذا طبعا بزنس شركات ادويه. الان في نقطه مهمه في الموضوع اللي هو إذا ما أخذنا هذا اللقاح هندفع عليه بالمستقبل، بعض الدول بتحكي نعم، بعض الدول لا.
مدة تأثير هذا اللقاح، هل هو سنوي، هل هو شهري، هل هو كل 3 أشهر، هل كل 6 أشهر؟ طبعا التجارب لسه جديدة. الشركة الوحيدة اللي أعلنت أنه نعم تحتاج كل سنة لإعادة التلقيح اللي هي شركة فايزر، قالت أنه كل سنة لازم تعاد أنك تأخذ اللقاح مرة ثانية. أعتقد أنه واضح. بعض باقي الشركات وباقي الدول ما أعلنت. الأعراض الجانبية، وهذا سؤال بنسأل دائما، إيش هي الأعراض الجانبية؟ في ناس شفنا عليها أعراض جانبية كثير، في ناس لا. كل الشركات بلا استثناء حكت إنه في عدد من الأعراض الجانبية، حكي لكم نسبها للناس اللي طلعت لتلقحت لحد الآن: الألم في مكان الحقنة، الصداع، ألم في العضلات، ألم في المفاصل، درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 39-40، وحساسية هذه قليلة جدا. لكن معظمها هذه ردة الفعل الطبيعية للجسم عند اللقاح، هذا الشيء طبيعي في الجسم. شركة فايزر حكت انه وصل عندهم ل 40% من الناس اللي تلقحت اخذت نسبة احد هاي الاعراض. طبعا الحساسية هي اقل شيء، اكثر شيء الصداع والم في مكان الحقنة. موديرنا حكت وصل ل 91%، اللقاح الصيني 15%، لقاح اكسفورد حوالي 20% من الناس حصلوا على اعراض جانبية، اللقاح الروسي ما في اي اعلان عن عدد الاثار الجانبية. معظم الآثار الجانبية معظمها صار بعد الجرعة الثانية، ومعظم الشركات قالت أنه بذهب بعد فترة أسبوع أسبوعين، بروح كل الأعراض الجانبية، ما في أي مشاكل نهائية، برجع الإنسان طبيعي. لكن سمعنا كثير أنه في مثلا شركة فايزر، لأنه أكثر لقاح تم نشره، في حوالي 4 صار معهم شلل بيل، اللي هو ضعف في عضلات الوجه ومؤقت، بروح بعد 4-5 أيام. في طبيب أمريكي أعلن في عدد كثير من الجرائد، قيل أنه أخذ اللقاح للجرعة الثانية من فايزر وتوفي، مع أنه كان سليم، خبر أعلن في جميع النشرات. وفي النرويج أعلنت أنه 29 شخص من كبار السن اللي أخذوا اللقاح قد توفوا رحمهم الله. باقي الشركات لم تعلن، وأمريكا اللي هي أكثر عدد فيها ناس تلقحوا، لا هي دولة الكيان الصهيوني هي أكثر دولة تلقحوا فيها ناس، أعتقد لقحوا إلى الآن 28% من عدد السكان، بعديها بتيجي أمريكا. لكن لم تعلن أمريكا عن أي حالات وفاة متلازمة مع لقاح فايزر. كل الإعلام بسأل ليش، لكن هذا شيء غير معروف. طبعا صار في حالة وفاة في بريطانيا من بعد لقاح فايزر، ولكن الشركة قالت، أعتقد قالت الشركة لا، من تبع أكسفورد، لكن الشركة في سبتمبر هذا، لكن قالت إنه ما له علاقة وهذا، فإحنا مش عارفين هل هو له علاقة ولا لا. طبعا نعتمد على المصادر اللي بتصدرها الحكومة والشركات. السؤال الآن اللي بيجي وبطرح نفسه، هل أخذ اللقاح ولا ما أخذ اللقاح؟ طبعا الموضوع كله risk and factors. انت شفت سمعت كل التفصيل تبع الفاكتورز، هذا الحكي اللي انا سويته اخذ مني حوالي 14 ساعة بس عشان اجمع لكم كل الماتيريالز، قراءة بعد قراءة 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 عشان اجمع لكم هذا الفيديو البسيط. الخطر مقابل الخطر تبع الكوفيد مقابل الخطر تبع اللقاح. فالموضوع اختصرته احد الباحثات الامريكيات في بحث نشرته في مجلة الانترناشنال جورنال اوف ميديسن، حكت فيه انه كبار السن نسبة تعرضهم للخطر والاصابة، قالت انه نسبة تعرض كبار السن للكورونا والاثار الجانبية لها اكثر من 20% في كبار السن، يعني من 1 من 5 من كبار السن بتعرض لهذه الاعراض. اما الناس اللي تعرضت لاعراض جانبيه بعد الفاكسينيشن هي 1 ل 50 ألف شخص، 1 من 50 ألف شخص، فالرقم جدا ضئيل، جدا جدا ضئيل. فهذا الرقم يعني ما يخدعكم انه في 2 ماتوا و3 ماتوا، اللي ماتوا من الكوفيد نفسه اكثر من اللي ماتوا من الاعراض الجانبيه، وهذا بتصير حتى باللقاح الانفلونزا العادي، بتصير ناس بتموت من مثلا الشوك اللي بصير، الالرجيك شوك او الصدمه الحساسيه.
زي ما وعدتكم انه في الشركه حكت انها حتطلع لقاح من جرعه واحده، ما في تفاصيل كثيره عن هذا اللقاح. هي شركه جونسون اند جونسون وعدت انه بفبراير 2021 يتم محاوله انه يقدموا اوراقهم عشان الوزارات الصحه توافق على استخدام هذا اللقاح، وهذا حيسهل كثير على بعض الدول في اعطاء اللقاح. هذا النتيجه. اذا عجبكم هذا الفيديو، اذا شفتوا انه في مجهود فعلا، اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب، اعملوا شير مع اصحابكم عشان يستفيدوا. والجواب بدي اياه اسمعه منكم في الكومنت، هل حتاخذوا اللقاح واي لقاح حتاخذ من هدول الخمسه او السادس ان شاء الله اذا اجى، اللي هو من شركه جونسون اند جونسون. وان شاء الله بتمنى لكم في نهايه هذا الفيديو الصحه والسلامه والعافيه، العافيه الكويسه والخير لكم ولعوائلكم. سلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.